ويبدا اللقاء وهنتابع مع حضراتكم اللحظات الاخيره من داخل مقر اقامه الفريق قبل المحاضره الفنيه الاخيره اللي هيلقيها مستر مارسل كولر ثم التحرك لملعب السلام استعدادا لمواجهه ميدياما الغاني بشرفني استاذ سعيد علي الناقد الرياضي هنتكلم اكثر عن المواجهه المصريه الغانية الاهلي ميدياما انطلاقه مشوار النجمه ال 12 ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي استاذ سعيد مساء الخير اهلا بيك استاذ احمد اهلا, أهلاً وسهلا طب خلينا عشان نطمن الناس على اخبار الاهلي من داخل مقر الاقامه معانا زميلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي هناك نطمن منه على برنامج اليوم النهارده واللحظات الاخيره بقى ما قبل التوجه لملعب المباراه توفيق مساء الخير مساء الخير الزميل عايز احمد تحياتي ليك ولضيفك الكريم وكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان الناس كلها في انتظار انطلاقه مشوار النادي الاهلي للحفاظ على او للدفاع عن لقبه في في النسخه الاخيره من بطوله دوري الابطال البطوله الاهم اللي بينتظرها جمهور نادي الاهلي النهارده وبدايه او انطلاقه المشوار الفعلي كلمنا عن برنامج الفريق النهارده والتفاصيل بقى اللحظات الاخيره ما قبل انطلاقه المباراه بالفعل يا احمد زي ما انت بتقول كلنا في انتظار بدايه او ضربه البدايه لحامل اللقب النادي الاهلي حامل لقب البطوله منذ الموسم الماضي وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه النهارده امام ميديام الغاني واولى جولات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا يمكن في اللحظات اللي انا بكلم فيها معاك يا احمد حالا لاعب النادي الاهلي والجهاز الفني في غرفه المحاضرات لوضع اخر الرطوش يعني او الرطوش الاخيره على خطه المباراه باذن الله رب العالمين ان شاء الله يكون مستر مارسيل كولر موفق في خطته ويكون اللاعبين كمان موفقين في تنفيذهم لمهام الجهاز الفني اللي هدار. يمكن حالا معاك وانا دلوقتي اللاعبين يعني بيتوالوا في الدخول لغرفه المحاضرات يمكن زي ما انت قلت بقى الفريق على طول من بعد ما اختتم تدريباته بالامس على ملعب مختار التتش بالجزيره في معسكر مغلق هنا داخل فندق الاقامه يمكن تناول وجبه العشاء مع بعض امبارح اللاعبين طبعا اتكلموا مع بعض عن اهميه هذه المباراه بتاتي طبعا في بدايه مشوار دور المجموعات ما فيش استهانه بالخصم تماما يا احمد زي ما البعض بيروج لا لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مركزين بشكل كبير جدا اتفرجوا على ثلاث مباريات لفريق ميديا الغاني وكل الامور يعني سواء نقاط القوه او الضعف فريق النادي الاهلي خلاص بقى مذاكرة وزي ما قلت لك خلاص الرتوش الاخيره يعني خطه المباراه بتتحط حالا دلوقتي داخل غرفه المحاضرات يمكن الفريق ابتدى يوم النهارده كمان بدري 11 الصبح كانت وجبه الافطار 12 ونص طبعا كان التدريب الخفيف داخل الفندق هنا الساعه 2 كان في وجبه كده خفيفه للاعبين الراغبين في تناول الطعام الغداء كان في تمام الخامسه مساء وحالا وانا معاك دلوقتي زي ما بتشوف على طول ورانا في الشاشه لاعبي النادي الاهلي بيدخلوا لغرفه المحاضرات ليه يعني اخر التعليمات ووضع خطه المباراه والتشكيل كمان ان شاء الله اللي هيبدا بيه الفريق النهارده مباراه ومواجهه ميديا الغاني بعد طول بعد انتهاء المحاضره احمد هنتوجه مباشره لملعب المباراه استاد السلام واللي بيعبد تقريبا 25 دقيقه من هنا من فندق الاقامه دعواتك كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق وباذن الله تكون بدايه قويه واولى ثلاث نقاط في مشوار دور المجموعات باذن الله رب العالمين وزي ما انت قلت احنا ان شاء الله تكون بدايه حامل اللقب وان شاء الله المحافظه على اللقب على العام الثالث التوالي وان شاء الله اول خطوات للنجمه ال 12 باذن الله رب العالمين. خليني اعرف منك الغيابات بقى بشكل نهائي ومؤكد يا توفيق، مين هيغيب عن عن قائمه الاهلي في مباراه النهارده؟ طبعا يمكن ابرز الغيابات طبعا غياب علي معلول اللي لسه يعني ما يعني الجهاز الفني منتظر انه يخش فيه التدريبات الجماعيه ويكتسب فورمه المباراه مره اخرى خاصه ان هو مش عايز يخاطر بيه في مباراه زي النهارده احمد انت بتلعب فريق لسه حديث مباراه فمعظم يعني عناصر شباب المباراه تكون مشدوده جدا في الملعب فريق لا يستهان به تمام فطبعا الجهاز الفني فضل يعني الدفع بيه ليه ما هو قادم من المباريات طبعا انتوني مودست اللي اصابته في العضله الضمه محمود متولي وعمرو السليه طبعا لسه ما اكتسبوش فورمه المباراه او الجهاز الفني من وجهه نظرة شايف ان هم لسه يعني لم يلحقوا مباريات في هذه اللحظات فلسه محتاجين مزيد من الوقت طبعا في بعض الغيابات لاسباب فنيه من يعني من عدد كبير جدا من اللاعبين ولكن الحمد لله ان شاء الله المجموعه اللي موجوده احمد ان شاء الله قادره على ان شاء الله الفوز وتحقيق ثلاث نقاط عدد كبير جدا من نجوم الشناوي كمان كهربا موجود النهارده لان المباراه افريقيا بعيدا عن الايقاف المحلي صلاح محسن عدد كبير جدا من الجناح الحمد لله يعني عوده كمان ديانج وبيرس تاو من المشاركات الدوليه اعتقد هيدوا دفعه كبيره جدا للفريق وباذن الله ان شاء الله اي 11 لاعب النهارده باذن الله يدعو المباراه عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي وباذن الله يكون الفوز حالفنا باذن الله يا احمد وتكون اول ثلاث نقاط وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه باذن الله ان شاء الله, رب الله. الله باذن الله بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل مقر اقامه الفريق الاهلي لا ينقصه كواليتي مهما كان حجم تأثير الاسماء اللي ممكن تكون غايمه بالتاكيد عندك على نفس المستوى في كل المراكز وبالتالي راهنا على ال11 اللي هيختارهم النهارده مارسيل كولر لانطلاقه المباراه هنتكلم في التفاصيل أكتر وادخل في الموضوع مع ضيفي الاستاذ سعيد علي لكن بعد فاصل سريع. <متحدث> نظريتي كانت وص... و... 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 وما زالت وستظل ان الكره دائما للمتعه سواء كنت بتلعبها او كنت بتتفرج عليها انت منتظر دائما تستمتع بالكره وده اللي نتمنى الحقيقه نشوفه النهارده، الفوز والمكسب اعتقد انه مش محل نقاش، واعتقد انه ممكن تكون اسهل ماتشات الاهلي في مرحله دور المجموعات، لكن بالتاكيد الناس النهارده مستنيه 90 دقيقة بتاعة الاهلي ومدياما، مستنيه تشوف حاجات كتير بإذن الله بجانب المكسب، خليني اسمع رأي سعيد في القصة دي، ايه الأهداف اللي اعتقد أو الجمهور الاهلي مستني من كولر ومن لعبته النهارده انها تتحقق في مواجهه مدياما في بدايه مشواره وفي دور المجموعات طبعا كابتن في البدايه الجمهور الاهلي منتظر تصويب الصوره اللي كان عليها الاهلي في بدايه الموسم بعد خساره بطولتين بنعتبر دي نقطه بدايه جديده انطلاقه جديده مهم قوي ان انت تتجاوز الجانب المعنوي اللي اثر على الراي العام فتره ما فبالتاكيد مطلوب ان احنا نقدم مباراه قويه مش بس على مستوى النتيجه لا على مستوى الاداء استعاده الثقه من جديد ازاله الشكوك اللي ممكن حصل البعض فده مهم جدا جدا انها تكون انطلاقة النهاردة وخلينا نقول ان احنا انطلاقه كولر الحقيقيه كانت امام الاتحاد المنستيري في دوري ابطال افريقيا النهاردة برضه بيعود من جديد تكون انطلاقته لهذا الموسم وانا بشوف ان موسم 2024 ما زال لم يبدا بعد لمارسيل كولر لانه في اطار تشكيل اهلي جديد أوه. وتشكيل اهلي جديد ده بمعنى ان في عناصر جديده وصلت وفي عناصر مهمه خرجت مش مجرد بس عنصر خرج كعنصر لكنه اثر كثير على تكتيك وشكل الفريق فبالتالي ده بيتطلب منه بعض الوقت عشان يتوصل للشكل الجديد وال واللي محتاج بعض الصبر، يعني انا مش قلقان خالص على الاهلي، واثق جدا ان بعد شويه هيصل لشكل جديد لافكار جديده يقدر من خلالها يصيغ اهلي قوي جدا، اهلي عنده تحدي جديد هذا الموسم، فكره انك تكون بتسعى لان تكون اول نادي في تاريخ افريقيا يحقق ثلاثه دوري ابطال متتاليه، اعتقد ده قدر الاهلي انه طوال الوقت كل ما نقول ان احنا حققنا انجاز يظهر انجاز جديد، فبالتالي اعتقد عنا على الانجاز، عنا على التطور، عنا على الاداء، فان شاء الله يكون ده متحقق بشكل كبير. وصولك اساسا لنهائي البطوله السنه دي انجاز ي... بيحصل اول مره في التاريخ، ما فيش حتى الاهلي قبل كده اعظم او ريكورد مسجل باسم نادي الاهلي اربعه نهائي على التوالي بالزبط. فبالتالي وصولهم للنهائي في حد ذاته وده يخلق بتهالي واحده من الحاجات اللي المفترض انه ده احساسي انه احنا نشتغل عليها أكتر من البدني والفني والمهاري والتكتيكي هي الناحيه النفسيه يعني بالزبط. انا بشوف انه شغل كولر مع العناصر اللي موجوده عنده كنت بقول في بدايه الحلقه انه سقف توقعات الجمهور السنه دي كان اعلى بكتير من السنه اللي فاتت بالزبط. السنه دي سلفات كان مدير فني لسه بي... احنا بنكتشف وهو بيكتشفنا هو بيكتشف لاعبتة بيكتشف طبيعه المنافسه احنا عندنا المرحله دي بنجاح مبهر صحيح السنه اللي فاتت زودنا سكوت بتاعنا بصفقتين انا اعتقد ان كل الجماهير شايفين ان هم ليهم تاثير كبير جدا امام ورضا سليم حتى رغم ابتعاده واصابته أه وعشان كده سقف توقعاتنا وطموحاتنا كان اعلى انه الاهلي السنه دي احلى صحيح انه الاهلي السنه دي اقوى السنه دي امتع لكن البدايات شويه عملت ربكه صحيح لخبطت شويه الحسابات صحيح طيب خليني اقول لك يا كابتن ليه ليه حصل الربكه دي بالتحديث في بدايه الموسم؟ يمكن انا بشوف اهم نقطه اثرت في شكل الاهلي خروج حمدي فتحي وفي حد هيقول لي طب هو حمدي فتحي مهم لهذه الدرجه ان الاهلي يقف عليه طب ما احنا جبنا امام عاشور اللاعب صاحب الامكانيات الاعلى طب هنا في اشكاليه دايما بتظهر لنا هو هل امام عاشور اعلى من من حمدي فتحي وهل هو قادر يعوض حمدي فتحي ولا لا هل يجوز مقارنه هل يجوز مقارنه لا. بين امام وحمد؟ لا هنا بقى اللي عايز اوضحه آه. هنا في اختلاف في طبيعه الادوار اللي بيقوم بيها حمدي فتحي عن امام عاشور امام عاشور لاعب بيلعب اكتر بالقرب من منتصف الملعب آه، عملية الاستحواذ وتطوير الأداء عملية صناعة الفرص آه، مهم جدا أن هو ينزل ويطلع بالكرة تحت الضغط مفيش حد زي إمام عاشور في مصر قادر يخرج بالكرة تحت الضغط لاعب عنده حل في مساحات ضيقه جدا قادر يخلق فرص قادر يوصلك للمرمى قادر يعمل جبهة قوية في أي جبهة يميل فيها سواء الجهة اليسرى أو اليمنى هتلاقيه بيشكل خطورة ويقدر يوصلك للجول في أن حمد فتحي كان دوره قاصر على أنه إزاي يهاجم المساحات إزاي في وقت معين بنجمع اللعب فحمدي يدخل في المساحه الفاضيه اللي سجلنا منها كتير. أيه. هنا مر... هنا امام عاشور مش جاي عشان يعمل دي. م. طيب مفترض يحصل ايه؟ مفترض إن بيكون في حد بيعوض الفكره يعوض حمدي فتحي في الفكره دي او تستعين بافكار اخرى عشان كده بقول لحضرتك كولر في اطار تشكيل أهل جديد بيبحث عن افكار جديده علشان يقدر يخلق حلول اخرى. ربما عمرو السوليه يعوض تسمح ي... ف... أ... 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 لي اقف في الجزئيه دي وهربط ده اللي قلته في مقدمه الحلقه. النهارده وانا بتفرج على السيتي حد حد يقدر يختلف على انه لو اتكلمت على اخطر مهاجم صندوق النهارده على مستوى العالم حد ممكن يختلف انه ايرلينج هالاند واحد يا سيدي من افضل ثلاثه مش هقول لك نمره واحد صحيح من افضل ثلاثه لا رقم واحد طبعا آه لكن في النهاية رغم امتلاكك لهالاند لكن دايما وانت بتفرج على السيتي بتحس انه مصادر الخطوره جايه من حتت كتير جدا حلو جاية من برناردو سيلفا جاية من فيلفودن جاية من, جاي أكي. من دوكو جاية من اكي صحيح يعني جاي من ووكر جاي صحيح. من رودري كل دول قادرين في اي وقت يخلقوا الخطوره لما باجي اقارن الكواليتي انت عندك على مستوى الكواليتي في الاهلي احسن لعيبه في افريقيا صحيح. في كل خطوط شناوي في حراسه مرمى منعم في في خط الظهر علي معلول ديانج امام صحيح. شحات عبد القادر وعندك طول الوقت قدره شرائيه ان انت تدخل عناصر جديده يعني. ومع تنوع واختلاف البروفايلات صحيح. يعني لما اجي اقول لك مثلا في اجنحه الاهلي الشحات بروفايل يختلف عن عبد القادر يختلف عن رضا صحيح. يختلف عن بيرسي تو كل واحد ليه الح... الحته اللي بتميزه صحيح اه 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 حتى ثلاثي الهجومي الاهلي كهربا وصلاح ومغز حتى هما ممكن يكونوا مش في افضل احوالهم او ما طلعوش افضل ما عندهم لغايه دلوقتي لكن دايما ما تحسش بالخطوره او دايما مفتقدين حته الفعاليه بتاعه ال... المفاتيح لعب النادي الاهلي تمام خلينا اجاوب عليك يا استاذ احمد في في النقطه دي يعني في نقطتين النقطة, النقطه الاولى ان انا بشوف كولر ومن قبله فايلر ومن قبله موسيماني مظلومين طول الوقت لانهم تحت ضغط غير عادي، بمعنى ان قبل ما تخلص بطوله انت مطلوب منك البطوله الثانيه، مفيش هامش للتجريب عندنا في مصر، مفيش هامش انك تبحث عن نمط واسلوب لعب واستراتيجيه من تقدر من خلالها ان انت بعد ستة شهور سنه تصل للشكل اللي انت بتقول عليه اللي من خلاله اي ادوات تدخل داخل المكنه تقدر تشتغل بالسيستم اللي حضرتك بتتكلم عليه، ففكره الضغط اللي احنا بنتعرض ليه طول الوقت خلق اللعيبه يعني خلينا نقول لعيبه لعيبه وجهاز واداره طول الوقت لعيبه وجهاز واداره بالظبط طول الوقت ضغط الجمهور ممكن يبقى ليه من وجهه نظرك تاثير سلبي بالظبط بيبقى ليه تاثير سلبي في انك طول الوقت مطالب تكسب بس يعني بغض النظر عن ان انت ممكن تبني استراتيجيه لعب تبدا يعني فايلر في تعليق من تعليقاته قال لو انتوا عايزين تكسبوا على طول ده موجود في البلاي ستيشن مش في الكوره فلما حضرتك ضربت مثال بجوارديولا لما تبص على المواسم الاولى لجوارديولا هو تعب قد ايه علشان يوصل للشكل ده خسر قد ايه خد وقت يعني عايز اقول ان مثلا لاعب زي ستونز عشان يوصل للدور المركب والمعقد قلب دفاع بيقوم بادوار محور ارتكاز ثم يتحول لمهاجم في التلت الاخير ده ستونز قال انا قعدت سنتين عشان اصل للمرحله دي خلال السنتين اقدر اجمع لك يا استاذ احمد كم من الاخطاء تسببت في استقبال اهداف أيوة. كم من من الاخطاء تسببت في خسائر مش هيتحملها أي جمهور الجمهور. الاهلي لو أيوة. مارسيل كولر النهارده قال انا هغير طاهر محمد طاهر مش هلعبه وينج ولا سترايكر انا هلعبه ثمانية، وعايز اقول لك حضرتك حاجه في خلال حديثي مع محلل اداء نادي ممدوح العرب قال لي طاهر في مركز ثمانية هيبقى حاجه جامده جدا مم. لانه عنده مشاكل في نوعيات معينه فيقدر يعمل دي لكن انا لما فكرت فيها كولر ما عندوش مساحه ولا غيره انه يجرب, يجرب افكار مجنونه أيوة. عنده عنده مساحه طول الوقت ان يجرب اديرسون المرمى سترايكر مم. لانه عنده مس... في ناس متقبله ده مستوعبه ان في ااا ااا طيب... على الرغم سن... ان كولر خد مساحه ثقه ما خدهاش يعني مديرين فنيين جدا كتير جدا مع جداً اول من الموسم من بالسرعه دي صحيح ده حقيقي بس انت مع اول مباراه في الموسم الجديد بعد مم. خمس بطولات لكولر الجمهور مم. ما بيخفرش خساره امام في السوبر الافريقي ايوه ما بيخفرش في حين جوارديولا بيخسر الدرع الخيريه كل سنه لثلاث مرات على التوالي وعد جدا مم. هنا هنا الفارق هنا الفارق انا بشوف الدور الاكبر هيبقى واقع على في الفترات اللي جايه على اداره النادي الاهلي انها توفر الحمايه الكامله لمستر مارسيل كوره وتديه الفرصه ان فعلا احنا عايزين نبحث عن نمط وشكل يعبر عن هويه فريق مش بس بيكسب بطولات لا بيرعب اي فرقه يعني احنا ده ده شكل دي هويه الاهلي طول أيه. عمرنا احنا, ب... احنا احنا مش بس بنكسب في بس الحته دي معلش احنا يمكن طلعنا بره البطوله شويه هرجع لماتش النهارده تاني بس في الحته دي لانها مهمه جدا هل القصه بس مرتبطه بمدرب يعني تفتكر النهارده لو جوارديولا مشي من السيتي شخصيه السيتي دي تتاثر في لعيبه كتير جدا بالظبط كبار ليروي ساني خيسوس صحيح اسماء كانت مهمه جدا صحيح آ... كانسيلو لعيبه كواليتي صحيح إيه كلاس. طبعا طبعا ورغم كده ال... الطريقه بتاعت الفريق كواليتي الفريق ما تاثرتش صحيح ما تاثرتش بس يعني استكمال الكلام حضرتك خرج جندوجان من الفرقه اللي كان بيقوم بنفس ادوار حمدي فتحي اللي هو مهاجمه المساحات الفاضيه ايوه النهارده جوارديولا بيعمل ايه؟ ما استعوضش جندوجان بفكره بنفس الفكره مم. لا هو بيلعب بالفريز بادوار تانية مم. مختلفه تماما عن ادوار جندوجان هنا وفره اللاعبين جوده عاليه جدا وهنا قدره المدرب على انه انه يستنتج افكار جديده وخلينا نقول ان يعني هو يعني جواردولا بعيد شويه عن الناس لكن انت تقدر تستفيد منه وتقدر وكولر يستطيع ان يكون جواردولا افريقيا زي ما حضرتك قلت انا بحييك جدا على المثال ده استاذ احمد ان الاهلي يستطيع بثقله وباسمائه وبميزانيته وبجماهيريته انه يحقق الفجوه مع اقرب منافسيه زي ما بيعملها سيتي مع انديه تانية بس هي محتاجه بعض الوقت ومحتاجه الجمهور يتقبل ان في مساحات تجريب لافكار جديده ماتش النهارده اخباره ايه تفاصيله ايه ايه اللي يعرفه سعيد عن ميدياما توقعاته لطريقتهم واسلوبهم في الملعب وقرايته للمجموعه بعد ما حقق شباب زاد الفوز الاول ليه على يانج افريكانز بنتيجه 3 0 ايه فرص انه يكون منافس رئيسي للاهلي في المجموعه الحسابات من بداية المشوار كده هسمع رأي سعيد فيها لكن بعد فاصل الأخير مش هينفع ادخل في مقارنات ما بين الاهلي وميدياما ما بين فريق هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطوله وما بين فريق حديث العهد او اول مشاركه ليه في الشامبيونز ليج اللي ممكن ادي له اعتبار شويه هي شخصيه الكره الغنيه فكره انه الفريق اللي بيمثل غانا وغانا شئنا ما بينا حتى مع اختلاف الاجيال تتراجع مستواها يتقدم مستواها واحده من القوى العظمى في قاره افريقيا ودائما انا اعمل حساب شويه زياده للمجهول ازاي بتشوف ميدياما اللي عارف ان هو وهو جاي يقابل الاهلي عليه ان هو يقدم طبعا بالتاكيد افضل ما عنده خلينا نقول انه انه خصم متحفز جدا خصم شاب واعد عنده حاجه عايز يعملها، مديره الفني مديره الفني شايف ان ان مباراه الاهلي مساحه لتسويقه، وخلينا اقول ان تجربه بيتسو موسيماني مع الاهلي وما تلاها في تجارب اخرى حافز ودافع لاي مدير فني افريقي بيواجه الاهلي او بيزور مصر. كمان وكذلك اللاعبين انا بشوف النهارده بعض اللاعبين النهارده جايين يسوقوا نفسهم، وده بيخلق صعوبه اكبر ان بيلعب بدوافع مش 100% لا 200% فبشوف ان ده هيزيد الحوافز، شكل الفريق عامل ازاي؟ النهارده هنشوف فريق بيدافع بخطين خمسه قدامهم اربعه فده بيخلق صعوبه كبيره جدا بيعمل تكتل محتاج ان انت تسجل من بدري عشان ما تصعبش الامور على نفسك لكن رغم التكتل ده في مشاكل كتير عندهم في التمركز في الكرات الثابته فريق تقدر تسجل منه ودي واحده من اهم نقاط القوه عند مارسيل كولر وواحده من الحاجات اللي احنا نجحنا بيها وحققنا بيها بطولات الموسم الماضي فاعتقد ان البدايه لازم يكون في تقدم للظاهرين في كثافه عدديه في الثلث الاخير للاهلي نهاجم بعدد اكبر استغلال للكرات الثابته عشان لو قدرنا نسجل بدري هنقتل الحماسه اللي هم جايين بيها هنقتل الرغبه اللي عندهم نزرع شكوك جواهم وبالتالي انا بشوف ان البدايه مهمه جدا والهدف الاول مهم جدا مش محتاجين نديهم مساحه يدخلوا في المباراه لان عندهم لعيبه خطر جدا في التحولات لعيبه خطر جدا جوناثان سوا بالتحديد مهاجم بيسموه نيو اسموا أنا وبمناسبه حديثك عن غانا هي طوال الوقت بلد قادر يولد مواهب وطوال الوقت قادر يعمل مع النادي الاهلي نديه لما تبص على ارقام الاهلي والانديه الغنيه تلاقي فيه نديه في المكاسب والخسائر فبالتالي آآ آآ لا وقدموا <applause> نسخ كانت مرعبه في بعض الاوقات بالزبط. يعني بالزبط. اشانتي في الـ في الثمانينات في صحيح هارتس اوك في التسعينات ويمكن بدايه الالفيه صحيح كانوا فرق موجوده وبتنافس على الالقاب يمكن بعدة الكره الأغانية على المستوى الانديه لكن على مستوى المنتخبات دايما يعني. هي بعدت لان غانا اصبحت واحد من اهم مصدرين لاعبين في في المحترفين فعشان كده تراجعت الكره المحليه شويه لكن انت قدام تجربه جديده فيها اكثر من عنصر زي ما بنشرح قلنا جوناسان سوا وفي مماضو امر الدين ده لاعب يعني من الصعوبات اللي في المباراه مثلا انت قدام خصم غامض شويه يعني يا استاذ احمد آه انا اتفرجت على كل الاستوديوهات التحليليه ولا ولا استوديوهين تحليليين في مصر اتفقوا على طريقه اللعب آه يعني هيلعبوا خمسه بالنسبه للميديام ب... بالنسبه للميديام يعني هيلعب 3 4 3 ولا 4 3 3 ولا 5 4 1 يمكن انا اتفرجت على اكتر من تشكيله في اخر 10 ماتشات ليه وشفت ان هو عنده شكلين رئيسيين اللي هو 5 و4 بيدافع بيهم لما يكون قدام فريق قوي وفي حالات ثانيه بيلعب 4 3 3 لما بيهاجم لكن هو قدام النادي الاهلي انا بقول كل الافكار الهجوميه اللي الناس عماله تتكلم عنها والمخاطر اللي الناس بتتكلم عنها هتزول لان انت بتلعب وحش افريقيا افضل فريق في افريقيا فهشوف النهارده التكتل عوده للخلف هشوف تراجع ان شاء الله نكون موافقين وهيبقى مهم جدا المواجهه الثنائيه سواء لمحمد عبد المنعم او ياسر ابراهيم مع جوناثان سوا لانها الى حد كبير جدا جدا هتحدد الخصم هيتواجد هجوميا ولا لا طيب نقطتين مهمين جدا ناخدهم في الاعتبار واسمع راي سعيد فيهم الجزء الاول كلامي مع دكتور بيتر اوبن رئيس نادي ميدياما الغني الاسبوع اللي فات في السادسه استشفيت انه تجربه نادي ميدياما هو مش من الانديه التاريخيه ده نادي حديث العهد تاسس من حوالي 12 سنه مثلا ما شاركش قبل كده في تشامبيونز ليج ولكنه تجربه استثماريه اشبه بالتجارب الاستثماريه اللي ابتدت تظهر عندنا في مصر دي نقطة الأولى، النقطة الثانية هي فكرة إنه قدر يتجاوز هرايا كوناكري في الدور التمهيدي ودي حاجة تقدر تخليك تقيم أو تحط شكل للمستوى الفني بتاع الفريق. هسمع رأي سعيد ده ونتكلم بقى على المجموعة ونتكلم على شباب بزداد ونتكلم كمان على يانج أفريكانز اللي يمكن ما يكونوش من كبار أفريقيا ولكن بالتأكيد فرقتين لازم نعمل لهم حساب كبير. فاصل أخير تسمح لي وتسمحوا لي ونرجع نكمل كلامنا. قبل ما اروح بس الميدياما وسريعا يهمني اسمع راي سعيد في النقطه دي تحديدا كانت ناس كتير جدا بتشيد بقدرات كولر في عمليه التدوير وانه يحافظ على فورمه معظم اللعيبه في نفس المستوى انه كله ممكن يبقى جاهز للمشاركه في اي وقت. لكن هل تعتقد ان المرحله دي هي مرحله تثبيت التشكيل وخصوصا انك انت في خلال فتره زمنيه يمكن لن تتجاوز ال40 يوم هتاخد مواجهتين في دوري ابطال افريقيا مواجهتين في الدوري المحلي ثم الذهاب بقى الى كاس العالم بطموحات نتمنى ان شاء الله انها تحيي انجاز جديد للنادي الاهلي يعني خلينا اقول هنا كابتن ان واحده من اهم القواعد او الثوابت اللي بتميز مارسيل كولر عن اخرين او تميز شخصيه مارسيل كولر في العموم انه طوال الوقت بيلجأ لعمليه التدوير في التشكيل دي فلسفه واضحه وثابته عنده انت م. بتدير عدد من اللاعبين بتديرهم زي ما انت قلت في البدايه أي. نفسيا قبل فنيا فمطالب انه ان يبقى في عداله ان كل ياخد فرص ان يبقى في توزيع ادوار م. طيب لما الموضوع يتعلق بالاهلي او بمانشستر سيتي او بفريق عنده ازدحام في الجدول مؤكد ان انت طوال الوقت حتى في حتى في اهم المباريات م. ان انت تداور في التشكيل لان انت لازم يبقى عندك رؤيه وبعد نظر للي جاي خلال الشهر انت مش بتلعب ماتش النهارده بس انت بتلعب ماتش بتبص على الاسبوع الجاي والشهر الجاي السبت و... الجاي هتكون بتلعب مع اينج في تنزانيا في النص عندك سموحه تقعد يوم الثلاث بعد كده في زاد ثم السفر للسعوديه عشان تبدا مشوارك والأهم يعني. من ده هتنهي الموسم ازاي ما هو انت مم. لما بتهلك مجموعه من العناصر طوال الوقت وتصل للخواتيم مم. بحاله ارهاق وكم من اصابات كتير فانت هنا بتضيع كل شيء مم. دايما جوارديولا طوال الوقت بيقول انا بفكر هوصل لشهر مارس ازاي؟ هوصل لمراحل الحسم ازاي؟ هنا كولر نفس العقليه مم. بيفكر انا هوصل لمراحل الحسم ازاي؟ فيفاجئك بعمليه تدوير وانت تقول له يا عم انت ليه ما لعبتش معلول او ليه ما لعبتش فلان؟ داي. هو هو ما بيبصش بزاويه مشجع ولا بزاويه متابع عادي هو الراجل عامل استراتيجي وعامل بلان على مدار موسم وعارف كم مباراه عنده موزع عدد الدقائق وعرف مين هيخرج وامتى وحاطط احتمالات الخساره مم. يعني يعني في قاعده مهمه ايضا عند جوارديولا بيقول أنا في أوقات لازم أخسر فيها بس أختار توقيت الخسارة. ما تجيش أخسر في الخواتيم أو في مراحل الحسم، فبالتأكيد هنفضل في تدوير، هيفضل كولر مستمر على سياسته وأنا بحية جدا وأنا ضد كل دعوات اللي بتتكلم طوال الوقت في الفترة الحالية على تثبيت التشكيلة، هو كولر بس محتاج يلام من الفريق، العناصر الجديدة تدخل بشكل أفضل يتوصل لأفكاره الجديدة. في 30 ثانية قرايتك للمجموعة مين يكون منافس الأهلي؟ في المجموعه دي بشكل رئيسي. طبعا بلوزداد وخلينا نقول ان الانديه الجزائريه بتتطور في المرحله الاخيره بشكل يخليك تبقى قلقان منها، أي. ما تبقاش بتتعامل معاها بفلسفه السنوات السابقه، لا بلوزداد يبقى فريق قوي السنه دي هيبقى م. منافس قوي ومهم والاهلي تحت الضغط تحت ضغط البطولات والمباريات المؤجله وكاس وعينه على كاس العالم للانديه هيبقى أي. تحت ضغط اكبر فبالتالي مهم قوي ان احنا ما نتعرضش لفكره ان احنا ما بالصداره علشان نذهب للادوار التاليه باريحيه وعندنا خصم اسهل شويه عشان ما يصعبش علينا الامور بدري احنا الاهلي قادر قدام دايما من دور المجموعات ده بالذات بعد العوده من كاس أو الاهلي الاهلي ضحيه خلينا نقول الاهلي ضحيه سعيد. طول الوقت لان زحمه زحمه المباريات بتيجي بتخش في منافسه مع انديه ابعد منك بكتير على بطاقه التاهل أي. لكن لو في الوضع العادي والاعتيادي الاهلي هياخد الصداره ب 16 نقطه 18 نقطه بكل سهوله سعيد شرفت بوجودك معانا نعم. انا اتشرفت بيك جدا يا واستمتعت بالحوار معاك وكل التوفيق للاهلي النهارده ان شاء الله تكون بدايه وانطلقت مشوار ممتع رائع وناجح طبعا واكيد طبعا نتمنى الفوز لفرقتنا النهارده ورساله لكل الفرق في افريقيا ان الاهلي جاهز للدفاع عن لقبه وتحقيق البطوله رقم 12 في تاريخه بشكركم على المتابعه تحياتي لكم